السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس خلدون صليعي من قناة كونكريت بالعربي. بهذا الفيديو راح نكفي سلسلة أساسيات الخرسانة، وراح نحكي عن أحد أنواع الإضافات الإسمنتية واللي هو الفلاي أش. نحن حكينا في الفيديوهات الماضية عن المايكرو سيليكا أو سيليكا فيوم، وراح نتابع اليوم بالفلاي أش. ورح ناخذ الفلاي اش بجزئين. في الجزء الاول حنركز على الماتيريال نفسها، نعرف شو هي الماتيريال، منين بتجي هي الماتيريال، شو الخواص الفيزيائيه والكيميائيه لهي الماتيريال، وشو المواصفات تبعيت هي الماتيريال، وشو الليميتس اللي بتحطها للمواصف الليميتس بتحطها المواصفات على بعض البروبرتيز لهي الماتيريال. كمان رح نشوف شو الابليكيشن لهي الماتيريال بالخرسانة وكيف بنحسب كميتها في الخرسانة، ورح نشوف كمان الاثر المتعلق بالهيلث اند سيفتي والاثر المتعلق بالبيئة لهي المادة. رح نبدأ اذا بتعريف الفلاي اش. الفلاي اش هي عبارة عن مادة ناعمة، مادة تنتج عن ويست ماتيريال من الصناعات. اوكي، هذه المادة الناعمة يمكن استخدامها، فلترتها، ومن ثم عملية فصل الى فصل مكوناتها للحصول على المواد الناعمة تبعيتها، ومن ثم استخدامها في الخرسانة. طيب، من اين بتجي هاي الماتيريالز؟ هاي الماتيريالز بتجي من احتراق الفحم الحجري. بشكل رئيسي تأتي من احتراق الفحم الحجري. لذلك في المصانع التي تعتمد على الفحم الحجري، الكول، الفحم الحجري كمصدر من كمصدر للطاقة، لتوليد الطاقة، هاي الفلاي اش بتجي من احتراق الفحم الحجري. اوكي، وسموه فلاي اش، يعني بالعربي الرماد الطائر. الرماد الطائر، الرماد شو معنى الرماد؟ الرماد هو الشيء الذي ينتج عن احتراق مادة معينة، هذا الرماد. اوكي، والطائر سموه الطائر لانه كان يطير في الجو، كان يطير في الجو. احد اهم استخدامات الفحم الحجري في مصانع، في الباور بلانتس، في مصانع توليد الطاقة الكهربائية، أو أي طاقة، الطاقة الكهربائية بشكل أساسي، أو أي مصانع تستخدم الفحم الحجري كمصدر للطاقة. فهي مثلا عندي هون هالغبار هذا اللي أنتم شايفينه، هالدخان هذا اللي طالع من تشيمني زون. أوكي، هاد هو الفلاي اش، هذا كان يطير في الجو، اوكي، وكان يلوث المناطق المحيطة فيه. وهذا الغبار او الرماد الفلاي اش اللي كان يطير في الجو، الولايات المتحدة الامريكية، السلطات الصحية في الولايات المتحدة الامريكية درست تأثيره على صحة الانسان، ولقيت انه هذا ممكن يستنشق ويدخل على الرئتين ويسبب مشاكل في الرئتين، او مكوناته كمان تسبب مشاكل في الرئتين، وممكن لا سمح الله تؤدي الى حدوث بعض السرطانات، او يؤدي الى حدوث مشاكل رئوية او مشاكل في التنفس. اوكي، فلذلك السلطات في الولايات المتحدة الامريكية اول من فرض على المصانع اللي عم تستخدم الفحم الحجري انها تعمل فلترة لهذا الغاز، اوكي، وتنزل كل المواد الصلبه منه. اوكي، ولذلك صار في عندي بهي المصانع نظام فلتره لهالمواد هاي. وبعد ما بتتفلتر هاي المواد كلياتها، اوكي، بتدخل بمرحله ثانيه هي مرحله فصل المكونات. يعني بتدخل بمرحله ثانيه هي مرحله فصل المكونات. هالفصل هذا بيؤدي الى انه يكون عندك ماتيريال مختلفة الاحجام، وحسب حجم المواد ممكن استخدامها في تطبيقات
متعددة. فمثلا الفلاي اش الناعم الانعم انعم سايز يستخدم في الخرسانة. الفلاي اش الخشن ممكن استخدامه في البلوك او صناعات اخرى ما بتحتاج الى نعومة معينة للفلاي اش او مواصفات معينة متعلقة بحجم الفلاي اش. فهذا مصدر الفلاي اش. فالفلاي اش هو نحن بعد ما نفلتر هالغاز هذا الطالع من مصانع اللي بتستخدم الفحم الحجري، كل ما هنالك انه بيعملوا له عملية يعني فصل سيبريشنز، اوكي، بيفصلوا هالمادة هي الطالعة لأحجام معينة. فحسب الحجم حسب الحجم او الرينج تبع الحجم في له تطبيق معين، تطبيق معين ممكن استخدامه. اوكي، الدليفري تايبس تبع الفلاي اش طبعا بعد ما يخزنوه بيصايلوا حسب الاحجام. ممكن انت بقى تعمل له باكينج على حسب يعني المتوفر، على حسب كيف انت بدك تقدمه للسوق او تقدمه للماركت. فمثلا الفلاي اش طبعا هو ان باودر فورم، ما بيجي سلري مثل مثلا المايكرو سيليكا شفنا انه بيجي از سلري، بس هون الفلاي اش بيجي از باودر فورم فقط. فيا اما بجامبو باجز، اوكي، او بباجز صغيره مثلا 15 20 كيلو 25 كيلو، او بلك كبلك بيجي عن طريق البلكرز، بيجي عن طريق البلكرز. احيانا هذا الفلاي اش بنعمل له بلندنج مع الاسمنت، يعني بينخلط مع الاسمنت بمصانع الاسمنت وبيتقدم على اساس بلندد سمنت محتوي على الفلاي اش، محتوي على الفلاي اش. نحن ناقشنا البلندد سمنت في الفيديوهات المتعلقه بالاسمنت، باول فيديو بمقدمه تعريف انواع الاسمنت حكينا عن بلندد سمنت. انا راح احط لكم رابط لبلندد سمنت بالوصف بحيث انت ترجع تشوفوا اذا بدك معلومات اكثر عن بلندد سمنت. سبيسيفيكيشن والجايد لاينز اللي هي نحن ممكن نستقي المعلومات موثوقه منها عن الفلاي اش. طبعا في عندنا مواصفتين في الاي اس تي ام، المواصفه الاولى اللي هي 618 هذه بتعطيك ستاندرد سبيسيفيكيشن وبتعطيك الليميتس، بتعطيك الليميتس اللي انت بدك تستخدمها ل يعني اذا عندك عينه فلاي اش وعملت عليها تجارب مع مين انا بدي قارن، وين التيبلز اللي بدي قارن معها موجوده بالاي اس تي ام سي 618. وفي عندنا مواصفه ثانيه اللي هي الاي اس تي ام سي 311 هذه اسمها ستاندرد تيست ميثود فور سامبلينج اند تيستينج فلاي اش اد ناتشورال بوزولانس. هاي موجود فيها تيست بروسيجرز، يعني انه انا بدي اسوي تيست كيف بدي اسويه، اوكي، ما بروح على 618 لا بروح على 311، بروح على 311 311 بشوف التيست كيف بيتسوى، بسوي التيست مع مين بدي قارنه، إذا بدي قارنه مع رقم بروح على المواصفة ASTM-C 618 وبشوف شو الرقم المحطوط هناك وهل هو مينيموم ولا ماكسيموم، وساعتها بقرر هل الفلاي اش تبعيتي موافق للمواصفات أو غير موافق للمواصفات. طيب إذا بدنا معلومات بشكل عام عن الفلاي اش، شو المصدر الموثوق، أوكي، شو المصدر الموثوق اللي ممكن أنا أحصل منه على معلومات عن الفلاي اش، اللي هي الـ ACI الأمريكان كونكريت انستيتيوت بابليكيشنز تبعيته. وفي عنا ال 232 يعني 232.2 هو بيحكي عن الفلاي اش، بيحكي عن الفلاي اش سواء كان الدوكيومنت نفسه او الريبورت على اليوزنج اوف فلاي اش. بيعطيك معلومات كتير حلوه ويعني مكثفه وجيده جدا عن الفلاي اش. طبعا انت فينك تستخدم اي مرجع تاني بتحسه انه موثوق او اي دراسه تانية بتحس انه هذا المرجع موثوق بيعطيك معلومات عن الفلاي اش. انا عم بذكر المراجع الامريكيه لانه هي الاكثر انتشارا في المملكه العربيه السعوديه. اما اذا لقيت مثلا مراجع اوروبيه اي ان او 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 اي مرجع ثاني هي معتمده، هي مراجع موثوقه ومعتمده وفينك انت كمان تاخذ معلومات موثوقه عنها. طيب بالنسبه للامريكان ستاندردز، انا هلا راح ركز على الامريكان ستاندردز. بالنسبه للامريكان ستاندردز السي 618 راح نشوف انه هي الفلاي اش. طبعا السي 618 بتحكي عن ناتشورال بوزولان وبتحكي عن فلاي اش، مو بس عن فلاي اش، بتحكي عن ناتشورال بوزولان والفلاي اش.
موضوع حديثنا اليوم هو عن الفلاي اش الناتشورال بوزولانز. راح اخلي الى فيديو خاص فيها واشرح لكم عن ناتشورال بوزولانز، بس هلا ركز لي على الفلاي اش. الفلاي اش بال 618 بتنقسم الى تو كلاسز، اوكي، كلاس اف وكلاس سي. كلاس اف وكلاس سي شو بيفرق عن بعضهم؟ حسب محتوى الكالسيوم اوكسايد. اذا كان محتوى الكالسيوم اوكسايد، يعني تاخذ عينه فلاي اش بتروح بتعمل لها تحليل كيميائي او تحليل بواسطه الاكس راي، بتطلع التقرير وبتشوف قديش نسبه الكالسيوم اوكسايد. اذا كان الكالسيوم اوكسايد لحد 18%، اوكي، لعند 18% يعني 18% up to 18%، هذا كلاس اف. اذا كان اكبر من 18% او اكبر من 18%، more than 18%، هذا كلاس سي. انا ليش عم بقول لك هيك؟ لانه في ناس بتدقق هل هو يساوي او مور ذان، اوكي، بالستاندرد ايكوال اور ليس ذان 18 هذا كلاس اف، مور ذان 18 هذا كلاس سي. كلاس سي يعني يساوي او اصغر من 18 هذا كلاس اف، اكبر من 18 هو كلاس سي. اوكي، اذا بدك الدقه الشديده، اذا انت بدك الدقه الشديده في الارقام ما فيش مشكله. شو الفرق بيناتهم بالبروبرتيز؟ بالبروبرتيز هذا شيء كثير مهم لازم انت تعرفه. بالبروبرتيز الكلاس اف، الكلاس اف لانه في كالسيوم اوكسايد قليل، فبيكون البوزولانينج بروبرتيز تبعيته اكثر من السمنتينج بروبرتيز تبعيته. فالعمل الرئيسي حقيقه بالبرفورمانس تبعيته هذا يعزى الى البوزولانينج بروبرتيز، يعزى الى البوزولانينج بروبرتيز. يعني في سيليكا والومينا اعلى من التايب سي، بينما التايب سي بما انه الكالسيوم اوكسايد فيه عالي، اوكي، فهو في عنده بوزولانينج بروبرتيز وبنفس الوقت عنده بعض السمنتينج بروبرتيز، فهو بيشتغل بالحالتين، بيشتغل على البوزولانينج بروبرتيز وبيشتغل على السمنتينج بروبرتيز، اوكي، بيشتغل على البوزولانينج بروبرتيز وبيشتغل على السمنتينج بروبرتيز. بينما التايب اف بشكل عام البوزولانينج بروبرتيز تبعيته تضغى على السمنتينج بروبرتيز، بشكل كبير. يعني القائد للعمله، اوكي، هو البوزولانينج بروبرتيز. اما التايب سي فانت بتشوف على حسب الكالسيوم اوكسايد، اوكي، قديش الكالسيوم اوكسايد فيه، ساعتها بتقول مين عم بيضغى على مين او مين عمال يقود العمليه الرئيسيه في التايب سي. بس في عنده فعلين، البوزولانينج بروبرتيز وعنده بعض سمنتينج بروبرتيز كمان. طيب هلا بنجي على الريكويرمنتس تبعيه الفلاي اش حسب الاي اس تي ام C618. اوكي، نحكي عن الكيميكال ريكويرمنتس بالاول، بعدين نحكي عن الفيزيكال ريكويرمنتس. الكيميكال ريكويرمنتس، اوكي، انا راح احكي هلا على التايب اف والتايب سي. اوكي، كيميكال ريكويرمنتس المجموع، شوف، مجموع السيليكا والالومينا والايرون اوكسايد الفيريك اوكسايد، مجموعهم هدول، اوكي، لازم يكون للتايب اف اكبر من 50%، مينيموم 50%، وللتايب سي مينيموم 50%. شوف هون في ملاحظة، في الستاندرد القديم لل 618، إذا أنت عندك ستاندرد قديم لل 618 ممكن تشوف إنه الكلاس اف هون أكبر من 70%. الستاندرد الحديث، أوكي، 50%، نزلوه ل 50%، أوكي، فبدك تنتبه من هاي، لانه اذا قريت مراجع وشفتها 70% هذه بتكون، شوف تاريخ اصدار هذا المرجع، اوكي، فالمجموع هدول الاكاسيد الثلاثه بتجمع، اجاك تقرير من الفلاي اش، على الفلاي اش بتجمع هدول الثلاثه بتشوفهم هل هن مينيموم 50% او اكثر او اقل، اوكي. هاي اول ريكويرمنت. ثاني شيء الكالسيوم اوكسايد بدك تنتبه عليه. كالسيوم اوكسايد هذا بيعطيك الفرق ما بين كلاس اف وكلاس سي، فالكلاس اف هو 18% ماكسيموم والكلاس سي اكبر من 18%، السلفر
التراي اوكسايد، السلفر تراي اوكسايد بدك تنتبه عليه كمان، لانه هذا اذا زاد نسبته حيسبب لك انترنال سلفيت اتاك، انترنال سلفيت اتاك، اوكي؟ هذا ناقشناه نحن في الاسمنت ولما حكينا عن مواصفات الاسمنت، اوكي؟ فكمان بدك تنتبه عليه. الموستشر كونتنت هذا بيعطيك هل في عندك رطوبه اجت على هالفلاي اش اثناء عمليه التخزين ام ما اجت، اوكي؟ فهي لازم تكون عندك ماكسيموم 3%. اللوس اون اجنيشن كمان هذا بيعطيك هل اثناء التخزين تبعيت هذا الفلاي اش هل عمل له هل صار في اي كونتامينيشن مع اي مواد ممكن تعطيه كالسيوم كربونات، او هل في فري لايم فيه، اوكي؟ فهذا بتعمل لوس اون اجنيشن ولازم ما يزيد عن 6%. هلا في استثناء في المواصفه، في استثناء في المواصفه للفلاي اش تايب اف، حتى لو وصل اللوس اون اجنيشن لحدود ال 12%، هذا الفلاي اش ممكن يكون مقبول اذا كان البرفورمانس تبع هذا الفلاي اش عم بيعطي نتائج جيدة، وما في عنده أي مشاكل ملحوظة في الخرسانة، لا عنده مشاكل في سترينكس ولا عنده مشاكل في الديورابيليتي، أوكي؟ إذا كان عطى نتائج وعنده إيفيدنس إنه هذا الفلاي آش ما في أي مشاكل فيه، ساعتها ممكن استخدامه في الخرسانة. كتير مهم أنت لما تقرأ ستاندردز وتشوف تيبل تقرا اللي تحته، في ناس بتقرا التيبل بس ما بتقرا اللي تحته، اللي تحته هو بيكون في شرح مهم على التيبل، فلازم تقرا اللي تحته، ان شاء الله انا حسوي لكم فيديو خاص بكيف تقرا ستاندرد، القراءة الصحيحة للستاندرد بالأمريكية. طيب، نيجي هلا على الفيزيكال ريكوايرمنتس، الفيزيكال ريكوايرمنتس في عنا كل وحدة من هدول إلى تيست، في عنا النعومة أول شيء، النعومة بتنقاس بعدة أجهزة أو بعدة تستات بعدة اختبارات. هون أعي لك الأماونت ريتيند على الويت سيفينج على ال 45 مايكرون، أوكي؟ على ال 45 مايكرون، أوكي؟ هون ما لازم يزيد المتبقي على ال 45 مايكرون عن 34%، اوكي؟ يعني المتبقي على المنخل 45 مايكرون ما لازم يكون اكثر من 34%. كثير مهم هذا التست تسووه على الفلاي اش، لان الفلاي اش ماده هلا رح نشوف بعد شوي very variable material، ماده متغيره بشكل كبير. انا حطيت لك هدول الثلاثه تيست بشكل غامق لانه هدول ركز عليهم بشكل اساسي، اوكي؟ كلهم مانداتوري بس هدول ركز عليهم بشكل اساسي، اوكي؟ لا تعمل لا حتى تضمن على القليل جود كواليتي اوف فلاي اش. ثاني شيء السترينكس اكتيفيتي اندكس على 7 ايام، سترينكس اكتيفيتي اندكس على 7 ايام. هلا رح ناخذه بالتفصيل، لازم يكون مينيموم 75% للتايب اف والتايب سي. هون بالفيزيكال ريكويرمنت هي نفسها تايب اف وتايب سي، ما بتفرق، اوكي؟ حتى الكيميكال ريكويرمنتس ما بتفرق غير محتوى الكالسيوم اوكسايد. فالارقام سهله، احفظ لواحد بيطلع الثاني، اوكي؟ وبس فرق بين كلاس اف وكلاس سي انه واحد الكالسيوم اوكسايد لحد 18% وواحد اكثر من 18%، اوكي؟ السترينكس اكتيفيتي اندكس في عندنا 2 اكتيفيتي اندكس، في عندنا واحد على 7 ايام وواحد على 28 يوم. هلا في ملاحظه مهمه عليهم هدول الاثنين، اوكي؟ كيف بتسوى الاكتيفيتي اندكس حاشرحه بعد شوي. فهن الريكويرمنتس نفسها للاثنين للعمرين هي 75% مينيموم. الووتر ريكويرمنتس في تيست معين بيعطيك ووتر ريكويرمنتس كمان، لازم يكون الووتر ريكويرمنت ماكسيموم 105%، 105%، يعني بتاخذ كنترول ميكس وبتاخذ فلاي اش ميكس وبتشوف بتعمل التيست تبع الووتر ريكويرمنتس وبعدين بتحسب قديش النسبة وبيطلع لي انه ما لازم يزيد عن 105% ماكسيموم. الساوندنس كمان ممكن تساوي الاوتوكليف اكسبانشن تيست او الكونتراكشن تيست وما لازم يزيد عن 0.8% ماكسيموم.
يونفورميتي. اليونفورميتي كمان في عنا اليونفورميتي، في عنا اثنين يونفورميتي. اول واحد للدنسيتي باختبار الدنسيتي، ما لازم تزيد، اذا عملت عده مرات ما لازم يزيد الفاريشن فروم افريج عن 5%. واذا عملت كمان ال شو اسمه الويت سيفنج اوكي، او النعومه على المتبقي على ال 45 مايكرون، اذا سويتها كمان لعده باتشز ما لازم يزيد اي قيمه عن الافريج بمقدار 5%. طيب، في عندي ملاحظه كثير مهمه على الاكتيفيتي اندكس. هلا اكثر اثنين، اكثر تستات بتسوى وبتركز عليهم بالفلاي اش هن النعومه بالويت سيفنج على ال 45 مايكرون الاكتيفيتي اندكس. هدول اكثر اختبارين بينطلبوا، اوكي، اكثر اختبارين بينطلبوا. هلا بقيه الاختبارات اوكي هي مانداتوري، بس بالعاده حتى لو غضيت النظر عنهم يعني ما راح، يعني مش راح اقول لك ما راح ياثر، بس هدول هن هدول اذا اثنيناتهم هدول كانوا متوافقين ف غالبا يتم قبول الفلاي اش، غالبا يتم قبول الفلاي اش. فعندي اول شيء الويت سيفنج على ال 45 مايكرون لازم ما يزيد عن 34%، اوكي. وفي عندنا سترينث اكتيفيتي، بدك تنتبه على التيبل موجود بالاي اس تي ام 618. رجاء اقراوا النوت الموجوده تحت التيبلز، النوت الموجوده تحت التيبلز ما وضعت هباء. ستاندرد ما بتكتب كلمه الا بتكون حاسبت لها 1000 حساب، اوكي. هاي ستاندرد، هاي مش بتحط حكي هيك للحكي، تحط حكي لينقرا ولينفهم وليتطبق، هذه هي ستاندرد، والا هيك ما بتكون ستاندرد، بتكون دراسه، بتكون مرجع علمي، اوكي. فشو عم بتقول لك ستاندرد؟ انا لذلك حطيت التيبل من ستاندرد، عم بتقول لك سترينث اكتيفيتي اندكس، اوكي، with Portland cement at 7 days، اوكي. ما لازم يقل مينيموم، ما لازم يقل عن 75 للكلاس F و 75 للكلاس C. ال N هي natural pozzolan، موضوع تاني. with Portland cement على 28 يوم مينيموم 75% هون على التايب F و 75% على التايب C، اوكي. وحاطط لك هون B B B B، شو معناتها؟ عم بيقول لك ارجع للنوت بي. طيب شو معنات النوت بي؟ تعال نقرا النوت بي. النوت بي بتقول لك meeting the 7 days or 28 day strength activity index. شوف هون شو حاطط لك، or، ما حاط لك and، حاط لك or، او يعني ما حاطت و، حاطت او، اوكي. بيقول لك meeting the 7 day or 28 days strength activity index will indicate specification compliance. شو عم بيقول لك هي؟ يعني عم بيقول لك انت اذا بتحقق الاكتيفيتي اندكس سواء على 7 ايام او ال 28 يوم، فانت عينتك هاي متوافقه مع المواصفات. هو ما عم بيقول لك انت لازم هالعينه هاي او سترينث اكتيفيتي اندكس يتحقق على 7 ايام ويتحقق على 28 يوم، لا، مش هدول شرطين لازمين. اي شرط منهم بتحقق انت عينتك مقبوله، انت عينتك في الفلاي اش مقبوله. ننتبه عليهم هدول، لانه كتير احيانا بالمواصفات بيصير لخبطه، اوكي. بيقول لك وين مثلا بتكون عامل تيست على 7 ايام وجايبه اكثر من 75%، طلع هيك مثلا العمال يعمل شو اسمه تشيكينج على وين ال 28 يوم، فلاي اش تبعيتك مرفوض. ليش مرفوض؟ لانه بدي على 28 يوم كمان يجيب لي 75%، انت ما عامل تيست على 28 يوم. ستاندرد مش هيك، ستاندرد بتقبل هاي وبتقبل هاي. اعطاك تقرير في 7 ايام اوكي ومحقق ال 75% الفلاي اش مقبول، اعطاك تقرير على 28 يوم والرقم تبعيته اكثر من 75% فاكثر، هو كمان الفلاي اش مقبول. فهذا السبلاير حر، هو يقدم لك على 7 ايام او يقدم لك على 28 يوم او يقدم لك اثنين اوكي. ولكن مجرد ما جابت على 7 ايام مينيموم 75% فالفلاي اش مقبول حسب ستاندرد على ال 618. اذا انت عندك غير الحكي بيكون يا اما انت عم تستند على ستاندرد ثاني او انت عم تحط ستاندرد لك، اوكي، او انت عم تحط ستاندرد لك. ما عادت ستاندرد المشروع، اذا مكتوب بالمشروع 618
وانت قلت له بدي على 2، صارت ستاندرد تبعيتك، بتحط اسمك تحتها وبتقول هذا ستاندرد الانجينير كذا، انا بهذا المشروع عندي ستاندرد لحالي، حاطط مواصفات المشروع، انا ستاندرد انجينير مثلا، انا لو كنت مثلا في المشروع هذه ستاندرد اللي كتبها المهندس خلدون صليعي، وهو بده اياها نتيجه هو حاطط هالليميتس، مش ستاندرد 618. 618 بتقول لك يا بتقدم على السبعه يا بتقدم على 28، او اذا قدمتهم اثنين اي واحد بين اي واحد فوق ال 75 يعني 75% او اكثر هي محققه، انت عينتك مقبوله للاستخدام في الخرسانه. طيب هاي ملاحظة كتير 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 مهمة، يا ما عملت مشاكل في المشاريع، يا ما عملت مشاكل في المشاريع، لذلك بدك تنتبه، هذه or مش and. اوكي or مش and. طيب نحن هلأ شفنا انه في كلاس F وكلاس C. اوكي طيب بالمنطقتنا العربية اي واحد عمال نستخدم، او هل نحن عم نستخدم اثنين مع بعضهم؟ لا، في المنطقة العربية غالبا 99% من الفلاي اش، او بلا اقول 99% مشان ما ابالغ، 90% اوكي 90% من الفلاي اش اللي عم بيجينا على المنطقة هون هو كلاس اف، كلاس اف مش كلاس سي. وليش نحن وغالبا المواصفات اللي عندنا في الخليج العربي اوكي او في الوطن العربي اوكي، غالبا المواصفات اللي عم تقراها لما بتقرا عن فلاي اش بيقول لك تايب اف او كلاس اف، كلاس اف. ليش نحن عم نستخدمها هون؟ ليش ما عم نستخدم كلاس سي؟ اوكي مع انه هذا متوفر وهذا متوفر. اوكي هذا بيعود للهستوريكال او للاستخدام التاريخي هون، والابلكيشن اكثر استخداما هون. يعني نحن لما جبنا الفلاي اش على البلدان تبعيتنا جبناها مشان الماس كونكريت، اول ابلكيشن استخدمناه الفلاي اش ببلادنا هو للماس كونكريت. اوكي الماس كونكريت مين الانسب؟ بكره رح نشوف يعني لما نحكي عن ماس كونكريت، الانسب هو التايب اف. اوكي الانسب للابلكيشن تبع الماس كونكريت كان التايب اف، فبلشت المواصفات توصفه لانه كانت عم توصفه للماس كونكريت، بعد شوي صارت توصفه للديورابيليتي، وكمان للديورابيليتي اوكي تايب اف بيشتغل، تايب اف بيشتغل اوكي، وبيعطيك بوزولانينج اكتيفيتي، فكمان مناسب للتايب للديورابيليتي. فانا هلا فعليا عم بستخدمه لاستخدامين رئيسيين، اما الماس كونكريت، اما ماس كونكريت او ديورابيليتي، وهدول اثنيناتهم تطبيقين كلاس اف بيشتغل، كلاس اف بيشتغل، ولذلك المواصفات عندنا عم تيجي كلاس اف، ولذلك نحن ما عم نستخدم التايب سي، الكلاس سي من الفلاي اش. اوكي كلاس، ولذلك انا بهدول الفيديوهات بدءا من هلا رح ركز على على الكلاس اف، لانه يعني اعطيك معلومات على التايب سي وانت ما عم تستخدمه. اوكي لما نبلش نستخدمه في المنطقه ولسه فينا عمر باذن الله، اذا الله كتب لنا عمر نضل، وشفت انا انه الكلاس سي بلش يتوصف، تكرم عيونك انا رح اسوي لك كلاس فيديو مخصص للكلاس سي واقول لك كل مواصفات كلاس سي، او انت ارجع على لاي مرجع علمي بيحكي لك عن كلاس سي. انا بدي اسوي الفيديو عملي، العملي انه إن استخدم كلاس اف. طيب خلينا نجي على هلا مقارنه ما بين الكلاس اف والبورتلاند سيمنت، كلاس اف والبورتلاند سيمنت. اوكي لو اجينا على هذا التيبل، طبعا هذا التيبل انت ممكن تلاقي مثله عشرات التيبلز، عشرات التيبلز بالمراجع العلميه بارقام مختلفه، هذا لا يعني انه في انه اذا قارنت هذا التيبل مع تيبل ثاني انه هذا التيبل غلط او هذاك تيبل غلط، هدول يا جماعه تيبيكال فاليوز بيختلفوا من تيبل لتيبل، فانت افهم المغزى منه، ليش انا حاطط لك اياه؟ ما تدقق على الرقم وعلى الفاصله، اوكي؟ هون انا عم حاط لك يا لاناقش لك واعطيك المبدا. لو اجينا اول شيء شفنا نسبه الكالسيوم اوكسايد، نسبه الكالسيوم اوكسايد بالتايب سي حتلاقيها اقل من 18%، اقل من 18% ماكسيموم 18% ليتسمى كلاس اف، كلاس اف. اوكي اذا بالكلاس اف انا رح قارن هلا كلاس اف وبورتلاند سيمنت، كلاس اف وبورتلاند سيمنت، شيل لي هلا كلاس سي وكلاس ان. اوكي كلاس ان هذا الناتشرال بوزولان. الكلاس اف
اذا جيت اخذت الكالسيوم اوكسايد اقل من 18%، طيب بالبورتلاند سيمنت حوالي 60-65%، ففرق كبير ما بين الكالسيوم اوكسايد بين الكلاس اف فلاي اش والبورتلاند سيمنت. طيب بما انه هذا قليل حتنعكس هلا على بقيه الاكاسيد، حتلاقي مثلا انه انت عندك السيليكا بالكلاس اف عالي، اوكي عالي، اذا ما قارنته بالبورتلاند سيمنت، اذا ما قارنته بالبورتلاند، يعني هون بهذا الجدول حوالي 55%، بينما هون بهذا الجدول للبورتلاند سيمنت 23%، اوكي، فتقريبا الدبل او اكثر، اوكي دبل او اكثر، اوكي. طيب طب اذا قارنته مع السيليكا فيوم، نحن اخذناها المره الماضيه بالفيديو الماضي، اوكي، السيليكا فيوم مثلا بتوصل اقل شيء 85%، اقل شيء 85% سيليكا، اوكي، معناتها الكلاس اف محتوى من السيليكا اقل من مين؟ من السيليكا فيوم. اعلى ماده فيها سيليكا 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 هي السيليكا فيوم. الفلاي اش هو متوسط في السيليكا فيوم، لكن هو بالسيليكا، لكن محتوى من السيليكا اكثر من البورتلاند سيمنت، اكثر من البورتلاند سيمنت، اوكي. طيب محتوى الالومينا حوالي 25%، هون البورتلاند سيمنت، هلا هذا الجدول حاطط لك 4%، اوكي، هذا البورتلاند سيمنت مثلا هون تايب في، هلا ممكن يوصل لحدود 12%، اوكي، ممكن يوصل لحدود 12، لذلك انا عم بقول لك ما تدقق كثير في الارقام، خذ بس المقارنات، اوكي. 25% تقريبا الدبل، في عنده الومينا هون، في عنده الومينا هون، والفيريك اوكسايد او الايرون اوكسايد هون تقريبا متساوي، هون بيوصل لحدود 15% احيانا، اوكي. هلا هذا تقريبا 6% بيوصل لحدود احيانا 10%، يعني شيء متقارب بيناتهم، شيء متقارب بيناتهم، اوكي. طيب فبس هدول الفرق الرئيسي هو الكالسيوم اوكسايد، اوكي، والسيليكا، محتوى السيليكا والالومينا، هدول بيفرقوا معك كثير، اوكي. هلا الباقي يعني كثير ارقام متقاربه من بعضها، اوكي. طيب بنيجي هلا على هي الكيميكال كومباريزن، مقارنه بالكيميكال. طيب مقارنه بالفيزيكال، بالفيزيكال لو جينا على النعومه اذا قسناها بالسيرفيس اريا بنلاقي انه الاسمنت البورتلاندي هون مثلا حاط لك رقم 370، هو بيتراوح من 350 ل 400 وشوي، على حسب انت كيف بتطحن الاو بي سي وكو شو متوفر انت عندك في المنطقه تبعيتك، لكن هاي الارقام التيبيكال. لو اجينا على الفلاي اش كمان هو بتلاقيه مثلا من 350 احيانا الى 450، اوكي، حسب انت الفلاي اش اللي عم بيجيك. شو معنات هذا الحكي؟ معنات هذا الحكي انه الفلاي اش هو تقريبا بنفس نعومة الاسمنت، احيانا بيجي انعم بشوي، احيانا بيجي اخشن بشوي، على حسب انت شو عم تستخدم او بي سي، شو الاو بي سي او شو الاسمنت، اوكي، شو الاسمنت اللي عمال تستخدمه وشو انت عندك التايب اف. فانت فينك تجيب السيمنت سيرتيفيكيت مثلا، اوكي، هون او بي سي عم بيمثل او بي سي واس ار سي، بتجيب هالاختبارين هاي، او بتجيب عينة الاسمنت وعينة الفلاي اش، واذا بدك انت تروح تسوي لهم ثيرد بارتي بتقول له اعطيني النعومة بالسيرفيس اريا للثيرد بارتي، بيعمل لك التستات وبتشوف شو الرقمين اللي عم بيطلع معك. بس هن تقريبا الفلاي اش تقريبا نفس نعومة الاسمنت، احيانا بيكون انعم بشوي منه، اوكي. طيب specific gravity لا الاس ار يعني للاسمنت الاس ار سي او الاو بي سي دوما نحن بناخذها بالميكس ديزاين 3.15، انها هي من 3.1 ل 3.25، ولكن في الديزاين خلص الكل معتمده 3.15 وعم ياخذها بالديزاين، تفرق لها شوي بسيطه مش هالقصه، ولكن او بي سي اس ار سي هذا الرينج تبعيته، اوكي. مشان مش انا كل ميكس ديزاين اخذ سبيسيفيك جرافيتي الون، اوكي. الفلاي اش كلاس اف عم باخذ 2.4، هلا هو عباره عن رينج، اوكي، كمان هو عباره عن رينج وبيختلف ما بين كلاس اف وكلاس سي، لكن بالكلاس اف انت بالميكس ديزاين خدها 2.4 معتمده باكثر المراجع 2.4. طيب الرياكتيفيتي بيست اون particle size، لانه نحن شو معنات reactivity يعني سرعه التفاعل او شو التفاعل شو الـ particles اللي هي فعليا انشط في التفاعل.
غالبا الاسمنت جرينز اللي هي الاقل من 30 مايكرونز بتكون فعاله، يعني بتسوي هايدريشن بشكل كلي. العينات الاسمنت او حبيبات الاسمنت اللي هي اكثر من 30 مايكرون عاده ما بتسوي هايدريشن كلي، يعني بضل فيها اسمنت غير متفاعل. مثل حكينا وقت حكينا بكيمياء الاسمنت، وقلنا انه ممكن يكون في عندي انا اسمنت غير متفاعل، اوكي. فلذلك الكورسر دان 30 مايكرون بتكون بالعاده ما بتتفاعل بشكل كلي، بضل تتفاعل بس بضل فيها هايدريتد. هلا بتيجي بتقرا لي بمرجع انه هي لحد ال 40 مايكرون 50 مايكرون، ما اختلفنا بهي، انت اتبع المرجع اللي انت بدك اياه. كمان نفس الشيء بالنسبه للفلاي اش. بالنسبه للفلاي اش، فلاي اش ممكن يكون تلاقي عندك يعني حبيبات ممكن توصل ل 1 مليمتر، اوكي، ممكن في حالات معينه توصل ل 1 مليمتر. لكن مين فعليا حبيبات الفلاي اش الاكثر حيويه اللي هي الرياكتيفيتي فيها عاليه، اللي هي ما بين 35 مايكرون 35 مايكرون، اوكي. طيب بنيجي على الشكل. هلا رح ندخل ونشوف شو شكل الفلاي اش. حبيبات الفلاي اش هي عباره عن ثلاثه صور من المجاهل الالكترونيه لحبيبات الفلاي اش. طلع ما اجمل الفلاي اش، كره، عباره عن كره، اوكي، عباره عن كره. فبعض اغلب حبيباته عباره عن كره، وفي بعض حبيباته عباره عن كرات مجوفه، كرات مجوفة. وهالتجاويف هاي للكرات بتلاقي فيها أحيانا حبيبات أصغر منها موجودة بقلبها، موجودة بقلبها، قد تكون أحيانا ممتلئة بحبيبات أصغر منها، أوكي. فهي الكرات تبعية الفلاي أش، أوكي، هاي الكرات تبعية الفلاي أش. هاي ميزة جدا حلوة بالفلاي أش، هنحكي عنها لما نحكي نحن عن كيف بيشتغل الفلاي اش بقلب الخرسانة. ولكن هلا خدها انت عندك كنوت بعقلك، هذا كتير ميزة. شكل حبيبة الفلاي اش بتعطيه ميزة كتير حلوة باستخدامه بالخرسانة، وهو عبارة عن كروي او عبارة عن كرة مجوفة بقلبها، احيانا بقلبها بعض الكرات مليئة بالكرات الاصغر منها. بالنسبة للبارتيكل سايز مثل ما حكينا انه هو ممكن يكون من 1 مايكرون لحد جريتر اكثر من 1 ام. كل ما كانت الحبيبات انعم كل ما كان فيها رياكتيفيتي وبتدخل بالتفاعل بسرعة. ولذلك الاكتيف بارتيكل سايز هي ما بين 5 ل 30 مايكرون، بتقرب بعض المراجع لحد 50 مايكرون 40 مايكرون، ما اختلفنا عليها. خدها هلا مني 5 ل 30 مايكرون، اوكي، اللي هي highly reactive particles. ولذلك نحن أنا قلت لكم إنه نحن لازم نسوي واحدة من أهم أساسيات التستات اللي لازم نسويها على الفلاي أش، هو قديش في retained على 45 مايكرون، على السيف تبع 45 مايكرون، وما لازم يزيد عن 34%، لأنه إذا زاد عن هيك معناته هذا الفلاي أش هذا كورس فلاي أش. بجوز الـ يعني السترينجز جين تبعيته اذا استخدمته مع الخرسانه بجوز تطول وما يعطيك نفس البرفورمانس من اذا استخدمت فلاي اش يتفق مع المواصفات. هلا هذا الاستخدام هذا الاستخدام، لكن استخدامه مع الخرسانه لازم ما يزيد الريتيند على 45 مايكرون بالويت سيفنج عن 34%. طيب الكورس اذا زاد معناته هذا الفلاي اش في له استخدامات تانية، يمكن تستخدمه في البلوك، اوكي، فينك تستخدمه في البلوك، اوكي، او استخدامات تانية مش خرسانة، في المورتر مثلا فينك تستخدمه في المورتر مثلا. الكلرز كمان موضوع كتير حساس بالنسبة لكتير من الناس، اوكي. كمان هاد نحن شفنا بالمايكروسيليكا، لما حكينا عن مايكروسيليكا شفنا قديش تنوع الكلرز بالمايكروسيليكا، بتبلش من الابيض وبتنتهي بالاسود بالمايكروسيليكا. هون نفس الشيء، اوكي، يعني درجات الجري بالسيليكا فيوم تاخدها كلياتها من الابيض للاسود درجات الجري. هون نفس الشيء عندك، هون احيانا بتشوف الوان غريبه عجيبه في فلاي اش، اوكي. فعندك اللون الجري، عندك اللون احيانا بيجي على شويه زراء، في عندك لون مثل اسمنت تماما، في عندك لون على بني، في عندك الوان على بني، اوكي، يا اما بني يعني بني
محمر شوي او بني على صفار او بني على صفار. اوكي، كل هذه فلاي اش. هلا شو اللي بيختلف فيها؟ يعني ليش بتطلع هيك؟ حسب الرو ماتيريالز العمال يستخدموها مع الفحم، مع الفحم، شو الرو ماتيريالز اللي عم بيحطوها مع الفحم، اوكي؟ حسب الكونتامينيشن اللي عم بيصير لهالمادة هاي، اوكي؟ مثل ما قلت لكم، بالنسبة للمصنع، بالنسبة للمصنع فعليا، هو بالنهاية هذه عبارة عن مادة جايبة للحرق، اوكي؟ هالمواد الأولية هاي جايبة للحرق حتى يشغل المصنع تبعيته، منا جايبة حتى يطلع لك فلاي اش، ومنه الهدف تبعيته انه يطلع لك فلاي اش، هذه ويست ماتيريال عنده، السلطات الصحية بلده قالت له بدك تفلتره، فلتره طلعها صارت في المصنع عنده، شو بده يسوي فيها؟ يا بده يكبها يا بده يلاقي لها استخدام، بلش العلماء يلاقوا لها استخدام مشان ما تنكب وتلوث البيئة، طلع استخدام ممكن استخدامها في كمادة بناء أو كإضافة للإسمنت، فاستخدموها. فهو ما انه مضطر يعمل لك اي كواليتي كنترول عالي عليها، ولذلك هالالوان هاي حتطلع معها، لازم تتقبلها، لازم تتقبل هالالوان هاي واختلاف الالوان هاي، اوكي؟ طيب، ما طول ما انت عم بتسوي الفيزيكال تيستينج والكيميكال تيستينج وكل شيء تمام، اوكي؟ فانت هاي الماده يمكن استخدامها حسب المواصفات في الخرسانه. هلا في عندي بعض الملاحظات ننتبه عليها، لما بيكون مثلا انت عندك white cement مثلا white colors او colored concrete، اذا انت عمال تستخدم مضطر تستخدم الفلاي اش بكالرد كونكريت، هون بدك تنتبه بقى، بدك تنتبه على اللون، لانه اي اللون مختلف الالوان المختلفه بدها تسبب تغير في اللون للكالرد كونكريت، فهون انت بدك تتفق بقى مع السبلاير، تقعد انت وياه وتقول له انا عندي كالرد كونكريت مشروع مهم والكالر حساس جدا، فبدي توحد لي السورس، اوكي؟ بدي توحد لي السورس، اوكي. هلا اذا كان المشروع مهم ومارجنه عالي، انت كريدي ميكس بلاير ممكن انت تشتري هالكميه كلياتها، تقول له انا في عندي مثلا كالرد كونكريت هالكميه هي تبعيتي ومربحي عالي فيه للكالرد كونكريت، وانا ما بدي خاطر، انا هالكميه هي محتاجه لهذا المشروع، انا بشتريها كلياتها. انت هلا ممكن تخزنها عندك، ممكن تخليها عند السبلاير، هاي بقى انت والديل تبعيتك او الاتفاق مع السبلاير تبعيتك، بس بدك تنتبه على الشغله هاي. كمان محتوى الكربون، احيانا محتوى الكربون بيلعب دور، الكربون كونتنت بيلعب دور في اللون، اوكي؟ فاذا انت عم تستخدم اير انترينت كونكريت ببلدك، هلا بدول الخليج قليل جدا لنستخدم اير انترينت كونكريت، لكن اذا انت في بلاد الشام مثلا او في مصر او في بلاد المغرب العربي اللي هي احيانا بتتعرض، او في العراق مثلا اللي هي احيانا بتتعرض لدورات صقيع وذوبان، اوكي؟ فاذا انت مضطر في عندك مواصفات للاير انترينت كونكريت ومضطر تحط فلاي اش او بدك تحط فلاي اش، لازم تشوف قديش محتوى الكربون، اوكي، بال الفلاي اش، لحد لانه الكربون احيانا بيعمل انستابيليتي بالادمكشرز تبع الاير اير انترينر، اوكي. فهلا اذا ما عندك والله هذا التيست والى اخره، اذا لقيت في عندك تغيرات جذريه بالاير كونتنت، الاير كونتنت ما عاد يطلع عندك مزبوط، ساعتها الحل بسيط، يا اما بتزود، يا اما بتروح تسوي الكربون، يعني بتشوف قديش محتوى الكربون بالفلاي اش، او شغله بسيطه شوف انت بعيد تصميم الخلطه وزيد اير كونتنت، زيد اير، اوكي، بحيث تحصل على الاير كونتنت وتشوف تاثير هالزياده في الاير، اوكي، على سترينكس عندك اياها. اذا كل الامور تمام وانحلت القصه باني انا زود كميه الادمكشرز، فخلاص انحلت القصه ومشي الحال. طيب الفاريابيليتي تبع الفلاي اش، طبعا فلاي اش اذا ما قارنته بالسيليكا فيوم وقارنته بالجي جي بي اف اس، فهو ماده، هو الماده الاكثر تغيرا. وليش هو الماده الاكثر تغيرا؟ منين اجى التغيرات؟ السيليكون قاعد عم باخده ويست ماتيريال من مصنع، ومن مصنع فيرلو سيليكون عم يطلع لي سيليكون، يعني الكنترول عنده عالي. الجي جي بي اف اس عم طلعه من مصنع عمال يستخلص الحديد، عم يستخلص الحديد، فهو صناعه هاي كواليتي، اوكي، فعم يستخلص الحديد، فهو كمان عنده كنترول عالي، كنترول عالي على المواد الاوليه، اوكي. يعني انت عم تاخذ ويست ماتيريال، بس اصلا الصناعه اللي عم تاخذ منها فيها كنترول عالي على الرو ماتيريالز، فيها كنترول عالي على الرو ماتيريالز، ولذلك الفاريابيليتي بهي المواد حتى لو كانت ويست هي
ضمن حدود محددة، ضمن حدود محددة. لكن الفلاي اش هاي ماده عم بياخذوها يحرقوا فحم حجري موجود بالطبيعه، عم بياخذوه كل الغايه عمال يحرقوه، عم بيضيفوا له مواد ثانيه، يمكن يضيفوا له مواد ثانيه اثناء الحرق او اي شيء ثاني، وبعدين عم بيطلع هالرماد هذا. الرماد عمال بدل ما يطلع في الجو عملوا له فلتره وعملوا له بعدين سيبريشن او سيجريجيشن ليفصلوا الحبات. يعني انت بدك تتوقع انه يكون ماده فاريبل وما عليها اي كواليتي، اوكي، ما عليها، مش ما عليها أي، يعني ما انه مضطر السبلاير يحط عليها اي كواليتي، يعني هي ماده حرق يعني مش اكثر من هيك، اوكي، فما انه مضطر السبلاير يحط عليها اي كواليتي، اوكي. ولذلك انت بدك هون فلاي اش من اخطر المواد، ماده كثير حلوه الفلاي اش، ماده كثير حلوه فلاي اش، اوكي، من اروع المواد، بس هي من اخطر المواد. ليش؟ لانه هي الفاريبل تبعيتها عالي. ولذلك هون بيجي دورك انت منين عم تشتري الفلاي اش، اوكي، لازم تشتري من مصدر موثوق، من سبلاير مصدوق موثوق، وهذا السبلاير عم يشتري من مصادر موثوقه، اوكي، ومش كل يوم عم يشتري من مكان، وكل يوم عم يشتري فلاي اش من سورس معين، اوكي. فهذه هي، فهي بتعتمد على المصداقيه وعلى علاقتك مع السبلاير وكيف انت عمال تراقب السبلايرز والسورس تبعيتهم تبعيت الفلاي اش. لذلك الفلاي اش لازم يتاخذ من مصادر موثوقه، اذا ما تاخذ من مصادر موثوقه عادي بتلاقي كل يوم عندك بيرفورمانس بالخلطات، كل يوم عندك بيرفورمانس بالخلطات، اوكي. طيب شغله ثانيه هون بالفاريابيليتي، لازم يكون عندك، اذا انت عم تستخدم الفلاي اش، انا بس نسيت هاي النقطه، اذا كنت عم تستخدم فلاي اش بكسره، اوكي، فلازم تعمل كواليتي كنترول، يعني لازم تصير كل ما اجت باتش لك او كل مده زمنيه تسوي تستات، تستات بسيطه، تستات بسيطه على الفلاي اش، على قليل يسوي الويت سيفنج، اوكي، وسوي سترينكس سترينكس اكتيفيتي اندكس، هدول ما بيحتاجوا اكثر، يعني السيف اناليسز، السيف تبع ال 45 مايكرون ما بيحتاج غير تشتري ال 45 مايكرون مع تولز بسيطه، يعني منها المبلغ اللي انت بدك تحطها، والتكنيشن عندك خلال اسبوع بصير اكسبرت بهذا التيست، يسويه اربع خمس مرات بصير اكسبرت بهذا التيست، اوكي. والشغله الثانيه الاكتيفيتي اندكس، يعني اوكي انت ممكن تشتري شويه تولز، بس انت هاي التولز ممكن تستخدمها كمان بالاسمنت، ممكن تستخدمها ككواليتي كنترول للاسمنت كمان، فهي نفس التولز عم تستخدمها للاسمنت ممكن تستخدمها للفلاي اش، منها شغله كبيره كثير يعني، او شغله مثلا مصانع الخرساني ما بيقدروا يشتروها يعني. طيب الاكتيفيتي اندكس انا راح ركز عليه، الاكتيفيتي اندكس راح ركز عليه، اوكي. هلا الفاينر دان 45 مايكرون اغلبيه الناس بتعرفه، اوكي، وسهل جدا بسيط. طيب نجي على الاكتيفيتي اندكس اللي بعضكم ممكن يكون اول مره عمال يشوفه. نحن اخذنا الاكتيفيتي اندكس تبع المايكروسيليكا، هداك اسمه اكسلريتد اكتيفيتي اندكس، ما له علاقه بهذا التيست، هداك بروسيجر وهذا بروسيجر. انت راح تشوف انه الاكتيفيتي اندكس تبعيت الاديتيفز كل وحده بتتساوى بشكل، كل وحدة بتتساوى بطريقة، فلازم ما تخربط. طريقة للمايكرو سيليكا، طريقة للفلاي اش، طريقة مختلفة للجي جي بي اف اس، كل وحدة لها طريقة، اوكي؟ طيب هاي وين موصوفة هاي؟ وين بتلاقي هذا الحكي اللي بدي اشرح لك اياه؟ هو بالاي اس تي ام سي 311. طيب البروسيجر بدك تسوي عليه هو نفس البروسيجر تبع الاي اس تي ام سي 109 اللي نحن ناقشناه بالتيست، في فيزيكال تيستينج تبعيت الكونكريت. تبعيت الاسمنت، تبع الاسمنت، نفس البروسيجر تماما. هون كمان حناخد تو ميكسز، حناخد وحده نسميها كنترول والثانيه نسميها فلاي اش ميكس. الكنترول يعني ما فيها فلاي اش. الفلاي اش ميكس يعني فيها فلاي اش. قد ايش نسبه الفلاي اش؟ 100 جرام، 100 جرام. الكميه اللازمه لست، طبعا انت بدك تاخذ كيوب هون، هذا مورتر، وقلنا بالاي اس تي ام ستاندرد هذا مورتر. هذا مورتر، فانت بدك تاخذ كيوب، الكيوب هي 50 ام ام ضرب 50 ام ام ضرب 50 ام ام، يعني 50 ام ام ضرب 50 ام ام ضرب 50 بالسنتيمتر، 5 سم ب 5 سم ب 5 سم، هي الكيوبس. الكيوب المعروفه هي للمورتر. ارجع المواصفه سي 109 او ارجع للفيديو اللي عم بيحكي لك على الاسمنت حتشوف انت، انا حاطط لك هنيك صوره للكيوب. شو بنسوي هون؟ شو بنسوي هون؟ بناخذ لست كيوب، بتحتاج انت هالمقادير هاي، هاي بتعطيك لست كيوب. كنترول ميكس 500 جرام من الاسمنت، ستاندرد ساند، والستاندرد ساند 1375 جرام، والمي 242 مللي، اوكي؟ ما بتحتاج غير اسمنت وستاندرد ساند ومي.
طيب الفلاي اش نفس الاسمنت، مش بتروح بتسوي الكنترول باسمنت وبتسوي لي الفلاي اش باسمنت ثاني؟ او والله عملنا الكنترول ما زاد اسمنت، اي يلا خلاص جيب لك اسمه هو نفسه، شو بده يختلف كثير ونروح نسوي فلاي اش؟ لا لا، نفس العينه تبعيت الاسمنت تخلطها مزبوط اوكي، وبتقسمها 500 جرام 400 جرام، هاي للكنترول هاي للفلاي اش. فلاي اش بتستخدم 100 جرام، فاذا حسبت 100 على 500 بيطلع 20% فلاي اش. تاخذ 1375 جرام ستاندرد ساند، كميه المي، قال كميه المي بتقيس الفلو تبع الكنترول ميكس، قيس الفلو تبع الكنترول ميكس، وبعدين بتحط كميه مي للفلاي اش ميكس اللي بتعطيك فلو اوكي بلس اور ماينس 5 من الكنترول ميكسشر، تسوي اختبار الفلو ولازم هذا الفلو ما يزيد عن ما يزيد او ينقص بمقدار 5% من الكنترول ميكسشر. يعني بتقيس الفلو وبتشوف قديش الفرق بيناتهم، اذا كان اقل من 5% بتكون هاي نسبه المي اللي انت بدك تستخدمها بالفلاي اش اوكي. ليش؟ لانه الفلاي اش ليش ما استخدمنا نفس كميه؟ لانه الفلاي اش ماده حبيباته كرويه، فهو الووتر ديماند له اقل، الووتر ديماند له اقل اوكي. طيب انتبه على هاي الملاحظه، انتبه على هاي الملاحظه. طيب سويناه هون. طيب هلا قديش نمبر اوف سبيسمين؟ نحن هاي الكميه بتادينا لستة كيوبس، هاي الكميه مع المي بتادينا لستة كيوب. طيب انا شو اعمل؟ اصب الستة كيوب ولا اصب كذا؟ انت هون انت السبيسيفيكيشن عم بتقول لك يا اما بتطلع لي العمر على السترينث اكتيفيتي اندكس على 7 ايام، او بتطلع لي اياه على 28 يوم اوكي، او بتطلع لي اياه على 28 يوم اوكي. فانت يا اما بتصب على 7 ايام تاخذ 3 كيوبس على 7 ايام بالكنترول، 3 كيوبس على 7 ايام بالفلاي اش ميكس، او بتقول هدول 3 كيوب على 28 يوم، انت مختار، انت عندك اوبشنز. انا بنصحك انت عامل وعامل هلا، سوي على 7 وسوي على 28 وما نصب 6 كيوبس اوكي. ليش؟ لانه هذه 6 كيوبس اذا ما تحققت على 28 على 7 ايام لظرف ما ال 75% بجوز تتحقق على 28 يوم، فانت عينتك بتكون ناجحه كمان على 28 يوم. اما اذا اخذت بس على 7 ايام اوكي، فخلص اذا ما تحققت رح يا اما عينتك ترفض او بس تقعد بقى يعني تطلب من الـ من الكلاينتس تبعيتك انه والله ممكن نعيدها، وتضيع وقت وتضيع وقت اوكي. فيفضل انك تسوي تصب عينتين على 7 و 28 يوم اوكي. لكن اذا نجحت على 7 خلاص عينتك ناجحه، على عينتك ناجحه اوكي. طيب بنيجي على storage of specimens. storage of specimens كيف نحن الكيورينج بروسيجر لهال شو اسمه العينات. الكيورينج بروسيجر هو نفسه الكيورينج بروسيجر تبع الاسمنت، نفسه لعينات الاسمنت. يعني نحن لازم نحطها اول يوم بموست كيور بموست روم، يفضل انك تحطها بكيورينج تشامبر او كلوزيت بدرجه حراره 23 بلس ماينس 2 لمده 24 ساعه، على 20 ل 24 ساعه. بعدين انت بتفك هالمولد وبتحطهم بالكيورينج تانك عندك وفق المواصفة C1109 اوكي، وفق المواصفة يعني نفس البروسيجر تبع الاسمنت. هلا بتطلعون على 7 ايام وبتطلعون على 28 يوم وبتكسر اوكي، وبتكسر بتكسر على الكنترول 3 عينات، وبتكسر على الفلاي اش ميكس 3 عينات. بعدين تاخذ الافريج لهي والافريج لهي، وبعدين بتحسب السترينث اكتيفيتي اندكس بهي المعادله اللي هي 100 ضرب الافرج سترينث تبعيه الفلاي اش على الافرج سترينث تبعيه الكنترول ميكس اوكي. بعدين بتقارن المواصفات، اذا كانت هالنسبه هاي اكثر من 75% فاكثر فانت ناجحه عندك العينه، اذا كانت اقل فانت العينه تبعيتك غير ناجحه. في ملاحظه كثير هامه على الاكتيفيتي اندكس. اول شيء هذا الاكتيفيتي اندكس هذا عباره عن تيست للكواليتي كنترول للفلاي اش اوكي، هذا لا يعبر عن شو بدك انت تحصل اذا استخدمت هاي الماده في الخرسانه. يعني لا يعني انك انت استخدمت 20% في هذا التيست انه انت ما فينك تستخدم غير 20% في الخرسانه، لا،
ولا يعني هذا انه هذا ريكومندد دوز للخرسان، لا، انت فينك تستخدم هذا الفلاي اش نفسه بنسبه، باي نسبه انت بدك اياها تتوافق مع الابلكيشن اللي انت بدك تستخدمه فيه. اوكي، ما له علاقه هذا التيست بشو اللي راح بيصير بالخرسانه، هذا التيست له ظروفه، له كمياته المحدده، الهدف منه هو الكواليتي كنترول للفلاي اش، والسترينكس اللي انت بتحصل عليها بهذا التيست لا تعبر عن شو بدك تحصل بسترينكس بالخرسانه، يعني ما بتحط ليميتس على السترينكس اللي ممكن تحصل عنها بالخرسانه، عادي فينك تسوي هاي سترينكس كونكريت مع فلاي اش، اوكي؟ وفينك تسوي كونكريت عادي مع الفلاي اش، لذلك لا تربط بين هذا التيست، نتائج هذا التيست وشو بدك تحصل عليها في الخرسانه، هذا التيست يستخدم لشغل لطريقتين، بطريقتين، اول طريقه لتسوي كومبليانس او توافق مع الستاندردز اللي هي سي 618، اوكي؟ لتشوف هذا بيعطيك سترينث اكتيفيتي اندكس على 7 ايام او 28 يوم مينيموم 75% ولا لا. اوكي، ثاني شيء اذا عندك عينتين فلاي اش وبدك تقارن بيناتهم، فينك تسوي هذا التيست، تعتبر هذا التيست احدى التيستات الداخله في المقارنه بين نوعين من الفلاي اش. او اذا انت عمال تعمل روتين كواليتي بلان وعم بتشوف تغيرات الفلاي اش مع الزمن، اوكي، فهي كواليتي كنترول للفلاي اش، اوكي، مش كواليتي كنترول للخرسان المحتوي على الفلاي اش. بالنسبه للهيلثي ايشوز، هاي الماده ماده ناعمه مثل ما شفنا، نعومتها مثل نعومه الاسمنت ولكنها ماده ناعمه بالنهايه، ممكن انت تستنشق تعمل لها استنشاق او تيجي على ايديك تسبب لك شويه حروق اذا كانت عندك انت عندك اياها بشرتك حساسه، او كان ممكن تستنشقها وتسبب لك مشاكل في الرئتين، او مثلا ممكن تيجي عينك والاستخدام على المدى الطويل ممكن تاثر هيك، فلذلك انت صحتك وسلامتك اولوياتك لازم تكون، فانت لازم على طول تكون عندك كمامه وتحط النظارات السيفتي تبعيه السلامه وتلبس جلافز لما تستخدم انت تتعامل مع الخرسانه، اوكي؟ هذه الشغله مش رفاهيه وهذه الشغله مش عيب او مش والله انه مسار للضحك او للسخريه من قبل البعض، هذه شغله لها علاقه في السيفتي في الهيلث، اوكي؟ مين اغلى شيء عند الانسان غير صحته؟ اوكي، فاللي عم فالتنمر اللي ممكن يصدر عن البعض تجاه بعض الناس العمال تاخذ احتياطاتها بالسيفتي، هذا التنمر في غير محله. انت اذا بدك تضحك على الانسان اللي اخذ هاي الاجراءات فانت فعليا عم تضحك على نفسك، انت فعليا عم تنأذى، هو الصح وانت الغلط، هو الصح وانت الغلط، لانه مع الزمن اذا ما حسيت فيه هلا، مع الزمن من كثر التعرض للاسمنت والمواد هاي راح بتشوفها وبتاكلها، وانت لما بتاكلها في مرض لا سمح الله، الله لا يجيب مرض لحدا، راح تندم على الساعه اللي كنت انت فيها تتنمر على هدول الاشخاص اللي اخذين صحتهم في المقام الاول، راح تقول يا ريت انا عملت مثل ما كانوا يعملوا. طيب بالنسبه للتيبيكال ريبليسمنت تبعيت الفلاي اش، مثل ما قلنا المواد هاي مواد فينك تستخدمها باي نسبة انت بدك اياها على حسب الابليكيشن اللي انت عمال تستخدمه، ما في قيود على النسب، ما في قيود على النسب، ولكن في شيء اسمه تيبيكال فاليوز، هاي التيبيكال فاليوز القيم الاكثر استخداما في منطقة معينة، اوكي؟ ليش؟ لانه مثلا هن بيستخدموها في هاي المنطقة لتطبيقات خاصة فقط، اوكي؟ هلا ان جنرال انا ما بحب دوما ادخل في ارقام النسب، اوكي، لانه احيانا بياخذ الواحد وبحسها كانها نسب مقدسه، اوكي، خلاص يعني هيك يا بتستخدمها هيك يا لا، مش القصه مش هيك، انت فينك تستخدم اي نسبه بما يتوافق مع المتطلبات اللي انت بدك اياها والابلكيشن اللي انت بدك اياها، اوكي. فمثلا بالعاده ان جنرال ممكن تستخدم من 5 ل 15% من الفلاي اش تستخدم هاي المادة غالبا للأزا وركابيليتي ايد، يعني انت لتحسن الوركابيليتي، لتحسن البمبابيليتي، لتحسن الفينشابيليتي، اوكي، يعني يصير في عندك الخرسانة تنضخ بشكل اسهل، الخرسانة تصير سهلة الحركة، انسيابية الحركة فيها يصير سهل، يعني وركابيليتي تصير اسهل، لتعمل فينشينج اسهل، اوكي، فانت هون نحن
البروفيشنالز بالخرسانه بنسميها وركابيليتي ايد، يعني كانك انت عم بتحط سوبر بلاستيسايزر ولكن ان باودر فورم. هذه الشغله اللي بنسويها. اذا انت عم تستخدمها في هذا التطبيق بالعاده نحن ما بنحط اكثر من 5 ل 15% فلاي اش. هلا اذا كنت انت عمال تستخدمها لماس كونكريت، لديورابيليتي، لسيلف كومباكتنج كونكريت، لكونكريت بيفمنت، بتصير انت ممكن تبدا من 20 ل 40%، ممكن تبدا. هلا مش غلط انك تستخدم 15 اذا كانت انت جابت لك الريكويرمنتس، يعني اوكي، يعني اذا انت عندك ديورابيليتي وريكويرمنتس تبعيتك مش كتير كبيره، يعني اوكي، سواء بالار سي بي ولا بالابزوربشن ولا كذا، مش غلط تستخدم 15. ما يطلع واحد ويقول لك ليش استخدمت 15% او هي نسب. انا بالنهايه يركز على جبت النتائج ولا ما جبت النتائج، اوكي. وبالعاده هلا اذا كان في عندك مواصفات عم بتنص على نسب معينه او ريفرنسز مثلا بالاي سي اي عم بتقول لك انه انت النسب من هون لهون، انت بدك بقى تلتزم فيها، انت بقى بدك تلتزم فيها. ما عم بقول لك هيك لحتى تدشر المواصفات وتقعد تجادل الاستشاري بيصير ولا ما بيصير. شوف المواصفات تبعيه المشروع والتزم بمواصفات المشروع. بالنهايه العقد شريعه المتعاقدين، اوكي، عقدك هو البروجكت سبيسيفيكيشن. في عنا بعض احيانا ممكن نستخدم اكثر من 40%، اكثر من 40% فلاي اش، يعني ممكن توصل نسبه 70% او اكثر. وهذه في تطبيق في تطبيقات محدده، لما بتطلع انت عن ال 40% اغلب الريفرنسز راح تقراها انه انت دخلت بمفهوم خرسان جديد اسمه الهاي فوليوم، هاي فوليوم فلاي اش كونكريت. وهذا الهاي فوليوم فلاي اش كونكريت له تطبيقاته، له تطبيقاته. واحد من تطبيقاته مثلا الكنترول لو سترينث ماتيريال، اوكي، لكن في له تطبيقات عديده، اوكي، ما رح ندخل نحن بهالتطبيقات هاي. وهذا بتلاقيه في البلدان اللي هي فعليا الفلاي اش عم بتنتج فلاي اش، لانه بيكون رخيص، بيكون رخيص، يعني ارخص من الاسمنت بكثير. بينما لذلك هن بيستخدموا هاي فوليوم فلاي اش، اوكي، في تطبيقات معينه. هلا ببلادنا نحن الفلاي اش ما عندنا صناعات عم نستخدم فيها الفحم الحجري، اوكي، فمضطرين نستورد هاي المواد. وهي المواد لما انت ببلاد رخيصه كثير، لما انت بتجيبها وبتحط تكلفه النقل وتكلفه التخزين وتكلفه الاوفر هيد تبعيتها وتكلفه الجمارك تبعيتها والربح اللي انت بدك اياه منها، اي بتصير غالي، بتصير اغلى من الاسمنت، تصير اغلى من سبانك. ولذلك نحن بنحاول ما ندخل في تطبيقات هاي الهاي فوليوم فلاي اش الا اذا كان في تطبيق معين بدنا نستخدمه فيه. في المنطقه العربيه نتيجه انه سعر هالماده هاي اغلى من سعر الاسمنت، فحتلاقي التطبيقات الفلاي اش ما تستخدم غير في تطبيقات معينه، يعني هي بين ال 20 وال 40%. بالعاده التطبيقات نحن بنستخدمها للماس كونكريت ديورابيليتي والسيلف كومباكتنج كونكريت، اوكي. بس هذا لا يمنع انك تستخدمها بغير هاي النسب، بغير هاي النسب، اوكي. في قول لبروفيسور هندي جميل جدا، لانه هن بالهند بيستخدموا كثير الفلاي اش، بيقول لك لا يوجد، there is no concrete without fly ash، يعني لا يوجد خرسانه بدون فلاي اش. اي حكيه صحيح. ليش؟ لانه الفلاي اش بالهند رخيص، واي بلد بالصين مثلا كمان فلاي اش رخيص. اذا اي بلد عنده فلاي اش عم بينتج فلاي اش كويست ماتيريال بكميه كبيره وقدر يستغل هاي القصه هاي بكل الخرسانه تبعيته، بيكون عم بيعمل شيء كتير جميل، وبيكون على القليل عم يتخلص من ويست ماتيريال ممكن تضر بالبيئه. الكالكوليشن للكوانتيتي تبعيه الفلاي اش انا عم بحطها هون، انا ذكرتها بفيديو المقدمه تبع الاضافات، عم بحطها بس للتذكير. يعني اذا انا عندي توتال سميتشس ماتيريال 440 كيلو وعندي فلاي اش بنسبه 25% ووتر بنسبه ب 160 لتر، اوكي. فهون انا بيجي بحسب اول شيء كميه الفلاي اش، هون طبعا فلاي اش، سوري، هون طب كميه الفلاي اش، بحسب كميه الفلاي اش بضرب ال 440 ب 25% بيطلع لي 110. كميه الاسمنت هي من 440 ماينس 110 330، والووتر بتصير مش ووتر سمنت ريشيو، بتصير ووتر تو سمنتيشس ماتيريال ريشيو، يعني ووتر تو سي ام، يعني 160 على 440 بيطلع معي 0.364. هلا هذا بالنسبه للباينري ميكس. اذا كان عندي انا تيرنري ميكس، يعني عندي اضافتين مع البورتلاند سيمنت، فكمان نفس الشيء، بحسب اول شيء الاضافات بتطلع معي قديش كميه الاضافات، بعدين هالكميه الكليه بنقص من الاضافات بيطلع معي قديش نسبه الاسمنت، وبعدين لاحسب المي، باخذ كميه المي بسمع الكميه الكليه السيمتشيس ماتيريال وبطلع انا نسبه الووتر تو سي ام ريشيو.
بالنسبة للانفايرمنتال امباكت، نحن هالفلاي اش هاي مادة باي برودكت، اوكي، ومادة المصنع عملها فلتريشن نتيجة انه الهيئات البيئية والصحية في البلد قالوا لازم تعملها فلتريشن، فهي عبء عليه، اوكي، فهي عبء عليه وكان وين بده يروح فيها مش عارف. فصار في عنا تطبيقات إلها في الخرسانة وصارت تستخدم في الخرسانة بنسب عالية، فلذلك أنت عمال تأخذ ويست ماتيريال وعمال تحطها في تطبيقات جيدة، فلذلك استخدام الفلاي أش بالكونكريت هو مثال جيد على تخلص من الويست ماتيريال واستخداماتها، مو بس تخلص منها، تخلص منها بأشياء جيدة. إضافة إنه هاي الفلاي أش رح نشوف بالفيديو الثاني إنه هي بتعطيك ميزات جميلة جدا للخرسانة، بتقلل لك مثلا من الووتر ديماند. شو معنى قللت من الووتر ديماند؟ يعني أنت كمية المي اللي قاعد عم تستخدمها في لإنشاء الخرسانة صارت أقل، وبالتالي أنت حافظت على المي الموجودة في بلدك، أوكي؟ عملت سيفنج للمي الموجودة في البلد، هاي أول شغلة. ثاني شغلة، هاي المادة كمان قاعدة عمال تعطيك durable concrete، يعني عم بتزود لك durability تبعت الخرسانة. الفيديو الجاي هذا بشكل كامل، فانت شو معنى انه عم بتسوي لك durable concrete؟ يعني عم تخلي لك الحياة الخدمية للمنشآت اكبر، اوكي. فبما انه الحياة الخدمية للمنشآت اكبر، انت ما عاد يعني تبني شيء جديد عوض الشيء القديم، هذا عم فصار اقل، فصار استهلاكك للرو ماتيريالز تبعت الخرسانة اقل كمان، فانت حافظت كمان على الموارد الوطنية، على الموارد الوطنية كمان. انت هذه المنشآت لما بتعيش اكبر بصيانة اقل، فانت اول شيء كمان عمال توفر بكلف الصيانة الباهظة للمنشآت، اوكي. اضافة انك انت عم بتوفر بكلف الصيانة، اوكي، وعم بتزيد عمر هاي المنشآت، يعني كمان المجتمع عم بيستفيد منها، لانه لما انت بدك تسوي صيانه مثلا لجسر او بدك تسوي صيانه للنفق، اوكي، وبدك توقف، بدك توقف الحركه احيانا، بدك هالحركه هاي حتاثر على المجتمع، فانت كمان عمال تقلل الى الصيانه وتعمل كمان فائده مجتمعيه، كفائده مجتمعيه. ولذلك هالاضافات هاي انا من وجهه نظري هي اضافات يعني عالية الأهمية بالنسبة للخرسانة، حتى لو كان نحن عم نجيب هالمواد هاي كمواد أغلى من الإسمنت، أوكي، وحتى لو كانت الخلطات الناتجة عنها هي خلطات أغلى من الخلطات العادية. إذا أنت أخذت كفاليو إنجينيرينج، إذا طبقت مبدأ الفاليو إنجينيرينج أو الهندسة القيمية أو القيمية، أوكي، على المشروع بشكل تاني، انت كاونرز، انا هون ما عم بحكي الكونتراكترز بالنهاية يعني من طبيعته انه هو بده سيف، بده يلتزم ببند العقد. انت ما حاطط له يستخدم فلاي اش، لشو بده هو يستخدم فلاي اش ويحط تكلفة عليه، اوكي؟ فهو بيعطيك اللي انت بدك اياه، انت بدك هيك انا بدي اعطيك هيك، بده بيلتزم بشروط العقد. بس انت كاونرز سواء هذا كان الاونرز شخص فرد، اوكي، مستثمر او بده او عقاري او اي نوع من انواع الافراد، او كان هيئات، اوكي، سواء هي الهيئات شركات او كانت هيئات حكوميه او هيئات شبه حكوميه، اوكي، انت من مصلحتك انك تسوي منتجات ذات عمر اطول وتقلل تكاليف الصيانه. فلو حسبت تكلفة الخرسانة ما بين الخرسانة المحتوية على إضافات والخرسانة المحتوية غير محتوية على إضافات، أوكي، لو شفت قديش الفرق تبع المشروع هذا، أوكي، خدنا مشروع ضخم، إنه والله هاي تكلفته بدون إضافات هيك، تكلفته مع إضافات حطلع معي هيك تقريبا، خد بس حلو يعني احسب تكلفة الصيانة لمدة سنة واحدة أو سنتين، أوكي، وشوف قديش الفرق بيناتهم، راح بتشوف انك انت فعليا عم تتكلف شيء رمزي، اوكي، واذا ما قارنته بتكاليف الصيانه الكامله هو انت عم تاخذ ماده ببلاش، فانت المربح عندك. ولذلك انت كهيئات حكوميه او هيئات شبه حكوميه او افراد، انت بالنهايه لازم تفكر بشكل شامل، اوكي،
وانت المربح عندك لما تستخدم هاي الاضافات، المربح عندك لما اقتصاديا، وايضا بيئيا، اقتصاديا وبيئيا. اوكي، فانا بالنسبه لي لا يوجد خرسانه بدون اضافه. شو هالاضافه؟ انت اي اضافه فينك بقى تختارها على حسب التطبيق المناسب لها. اوكي، طيب لهون بنكون خلصنا الفيديو الجزء الاول من الفلاي اش. بشكركم جميعا على المشاهده. مثل العادة إذا بدك تحب تشارك تشترك في القناة أهلا وسهلا فيك، وتفعل الجرس ليجيك أي شيء جديد. وإذا بتحب كمان تشارك هذا الفيديو كمان بكون أنا لك من الشاكرين. وبنلتقي إن شاء الله بالفيديو الجزء الثاني اللي راح يحكي عن كيف نستخدم أو مميزات ومساوئ استخدام الفلاي آش بالخرسانة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.